منتجات الإشراف على تشغيل الطرق والأماكن العامة بالدولة بتنظيم فعالية ألوان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومتاحف قطر. هذه الفعالية تقع ضمن مبادرة زينة اللي تدعو الجميع للمشاركة في التزيين استعداداً لاستقبال ضيوف مونديال كأس العالم. ويسعدنا مشاركة الطلاب معنا في هذه المبادرة ووضع بصمتهم في أماكن مختلفة في دولتنا الحبيبة قطر. أنا مستانس يعني إن قطر خلت كأس العالم بتسويه في قطر، هذا بيخلي يعني الناس تستاد في قطر، وفعالية يسووها مدرسة حق بني نافش في الكورنيش حق نرسم، هذه طورت في رسمي خلتني يعني أطور في الرسم أكثر في طويل. وأنا مستانس مشاركة الرسم معي أصدقائي زملاء مدرسين ما قصروا معنا، وأنا حبيتها هذا الشيء يعني جاني خبر وحبيتها.